قطعتك، ايش رايك مهند عبد الرحيم كاساسي في هذه المباراه بعد مباريات كثيره وجولات وهو جالس على دكه البدلاء؟ طبعا هي تدري هي نقاط كثيره حقيقه، عندما تعجز عن التسجيل يجب ان تجد الخيارات، وبالتالي قحطان كثير حقيقه. مهند هو ايضا من اللاعبين يملك اللمسه الاخيره، واذا استمر يعني في اعطاء فرص لعب اعتقد راح يعود الى التسجيل مره اخرى، وبالتالي هنالك نقاط كلها حقيقه ترتكز على يعني جانب مهم، التهيئه النفسيه، الاعداد النفسي قبل المباريات مهم لهؤلاء اللاعبين، لان كل واحد طريقه تفكيره تختلف عن الاخر، وبالتالي الكل يريد يظهر بصوره جيده، يريد يقنع الاخرين ويقنع الجمهور ويقنع مدربيه وجهازه الفني. اليوم هنالك عمل في العالم كله، هنالك عمل فردي، عندما يعجز المدرب عن توظيف اللاعبين كمنظومه يكون هنالك عمل فردي حتى يظهر اللاعب جانب الايجابي في المباراه، وبالتالي تكلمنا عن محمد قاسم وكذلك مهند وكذلك اللاعبين. اليوم كرار لانه لاعب عنده شخصيته قويه، جاء يستطيع ان يتعامل مع الكره بمهاره عاليه بهدوء، يحاول يمر الكرات سهله، يحاول ما يعقد اللعب، يحاول ان يشترك في كل الحالات للامام، يخلق زياده عدديه. اليوم كمنظومه لعب انا شاهدت يعني كثير من الجمل كان يعتمدها نادي القوة الجوية في خلق زيادة عددية وراء نص الملعب، وهاي لأول مرة وهو شيء إيجابي جدا خاصة الشوط الأول. طبيعي أن يكون اليوم البداية أجلس موغالو وأبدي بمهند، هذا المستغرب أني مستغرب. لأنه طبعا لأنه أولا موغالو يعني أخطر لاعب في الفترة الماضية، هو اللي يسجل، هو الأفضل، شنو المانع ان اشركهم اثنينهم؟ انت ما قاعد تلعب يعني، مو هي مباراه الزهراء ولا هي مباراه الطلب ولا هي مباراه الشرطه. نعم. مع احترامنا نفط البصره فريق من فرق الوسط، فلذلك كان بالعكس اكون مغامر والعب، خلي يلعبون اثنينهم، شنو المشكله يعني؟ ليش العب فقط بمهند؟ مقالوا انا استغربت لاجلاسه في مقاعد الاحتياط، هسه ربما انا ما اعرف يعني مريض غير جاهز، هاي الامور احنا لا نعلم بها، لكن وبعدين نزل هو شارك يعني صح. فالقصد انا اعتقد الجوية يحتاج لانه تشكيلته يعني بيها كثير من الثغرات وبطوله طويله ومتعبه، وممكن في اسبوع واحد تلعب ثلاث مباريات صح. تحتاج الى يعني جيش من اللاعبين، انا اقصد خلينا نستثمر كل القائمه الموجوده طيب. يمكن إذا تسأل الآن مشجعي الجوية ما راضين على نص التشكيل، فلذلك كان يفترض معالجة هذا الأمر حتى على الأقل الفريق يبقى نفط البصرة يسير.